إذا يعني هو ده الاحتفال العملي الجديد والكبير والمفيد، إن أنت وأنت بتحتفل ب 114 سنة وأنت بتكرم التاريخ أنت بتأكد على قوة الحاضر وبتستشرف المستقبل بطموحات كبيرة جدا. بتأكد على قوة الحاضر بأنك أنت في احتفال المناسبة التاريخية بتأكد على قوة فرقك الرياضية حاليا. انتصاراتها يا باشمهندس ما شاء الله في كل الألعاب، يعني يا رب كلمة يكملها. ملك الصالات دي بقت قليلة على اللي بيحصل من ألعاب النادي الأهلي في مختلف النشاطات، لأنه الحقيقة من لعبة اللعبة اللعبة سواء على مستوى الشباب إبراهيم. أنا عايز أقول حاجة إلى الفريق الأول. في الكرة الطايرة تقريبا المنافسة محسومة رجال وسيدات. أيوة. في كرة السلة المنافسة محسومة في كل المراحل السنية رجال وسيدات ما عدا الدرجة الأولى، ولكن عاد الأهلي إليها منافسا. يعني هو النهاردة هو الاتحاد يتنافسه على الدوري، هو الاتحاد يتنافسه على الكاس. إذن ما بتتنافس ده كان بينك وبين الدوري ضربتين رميتين حرتين اللي أحرزتهم هتشيل الكاس، لأن كان ما فيش وقت، كان الوقت خلص. أيه. فاليد الدوري ضاع بجول، وبعدين في مباراة فاصلة وبعد كده يعني تجيب جون في مع صفارة النهاية لو احتسب كانت تدي لك البطولة، ثم تلعب على في نهائي الكأس مع المنافس التقليدي نادي الزمالك وتتفوق بفارق مريح من الأهداف طبعا. وبعدين في السلة أنت بطل الناشئين، بطل الشباب، بطل الأنسات كبار وصغيرين. أيوة. فالحقيقة بتطمنك على أن أنت ماشي في سكة كويسة، ومعنى أنك بتتنافس تكسب بفرق بسيط أو تخسر بفرق بسيط أنك موجود بقوة ومرشح بقوة. إذن ده على الشق الرياضي وأنت بتحتفل. ده أنا ما جبت سيرة بقى تنس الطاولة والألعاب الفردية الجمباز وألعاب القوة والسباحة وألعاب القوة كلها ما شاء الله، ده التأكيد على قوة الحاضر. إذن وأنت